تعقد اليوم لجنة الإصلاح التشريعي ورشتي عمل للقضاء ومنظمات المجتمع المدني بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية، والتي تستضيفها وزارة العدل وتشرف عليها اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، بعد أن قامت ورشتي أساتذة الجامعات ووجهات إنقاذ القانون بالاستماع خلال الأيام الماضية إلى مقترحاتهم وإرسال هذه المقترحات إلى الأمانة العامة للجنة لإعادة صياغتها في شكل مواد قانونية.